يا مساء الروقان، النهاردة هقول لكم طريقة جامدة جدا لعمل النودلز الكوري من غير ما نشتري النودلز الغالية. وصفة عظيمة جدا، ما كناش قادرين نوقف أكل. خليني اقول لكم المكونات. عندي 350 جرام لحم بقري متقطع مكعبات صغيرة، 1/3 كوب صويا صوص غامق، 1 معلقة كبيرة زيت، ومعلقة كبيرة سكر. واستخدم مكرونة سريعة التحضير 2 من الحجم الجامبو. بصلتين صغيرين متقطعين شرايح رفيعة، 3 فصوص ثوم قطع صغيرة، فلفل ألوان شرايح رفيعة جدا، 1/2 أصفر ونص واحدة أحمر علشان عايزين نضيف ألوان متنوعة أكتر، جزر ونص متوسطين متقطعين شرايح رفيعة برضو، 1/2 كوباية فاصوليا خضراء، 3/4 كوباية مشروم شرايح، وزيت طعم، ومعلقة سمسم للتزيين. أبدأ بتتبيل اللحمة بالصويا صوص والزيت والسكر، مش هنحتاج الملح عشان الصويا صوص الغامق بيبقى مالح، وأقلبها وأسيبها في التتبيلة 10 دقايق، يعني ممكن تحضروها الأول وبعدين تقطعوا الخضار. في طاسة على النار أحط شوية زيت وبإيدي كده أعصر اللحمة من الصوص وأحطها في الطاسة. الصوص ده مش هنرميه. هنلاحظ ان اللحمة هتنزل ميتها وهيبدأ حجمها يصغر، والسكر اللي استخدمناه في التتبيلة هيكرمل وهيعملوا مع بعض صوص مسكر وقوامه خفيف. هنسيبها على النار لحد ما تستوي في الصوص ده، ومن وقت للتاني كده اديها تقليبة. كده اللحمة استوت والمية تقريبا نشفت، فنبدأ نضيف باقي الحاجات. المشروم هحطه في الأول كده واديله تشويحة عشان ياخد لون بني شوية.
وبعد كده اضيف باقي الخضار، البصل، الثوم، الجزر، الفاصوليا، احط شوية زيت كمان، وقلبهم دقايق لحد ما يبقوا سوتيه ويستووا. تقطيع الخضار في النودلز سواء الصيني او الكوري لازم يكون رفيع جدا، وده بيحتاج صبر في التقطيع ووقت عشان احنا مش متعودين نقطع بالسطور زيهم. لما الخضار يبدأ يستوي انزل الفلفل اخر حاجة، عشان لو نزلته في الاول هيتهري ويبقى شكله مش حلو. احلى حاجة استخدام الوان متنوعة من الخضار بيخلي الطبق شكله مشهي ويفتح النفس على الاكل. ادي الفلفل تشويحة وبعدين انزل بالصوص اللي تبلت بيه اللحمة. اقلبهم تقليبة كده واشيلهم من على النار. احط حلة فيها مية عشان اسلق فيها النودلز. اول ما تغلي احط المكرونة واسيبها لحد ما تستوي. اصفيها واحطها في طبق جانبي. وبعدين اضيفها على الخضار بتاعنا. هي متعبة شوية في تقلبها بس مش مشكلة، كله يهون قصاد أكلة حلوة. اللي بيحبها غامقة زي زود شوية صويا صوص كمان. يا سلام على العظمة.
وصبها في طبق التقديم واديلها رشه سمسم على الوش. اكتبولي رايكم في فيديو النهارده، واعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي.